النهاردة هنتكلم على diagram من الديجرامز الخاصة بالسيستم analysis and design class diagram. class diagram, what is the class diagram؟ class diagram ده هو عبارة عن ايه؟ هو one of the important UML diagrams. هو diagram من diagrams المهمة في ال UML لل software development. بيوضح لي ايه هي ال object classes اللي في السيستم وايه هي ال associations او relations ما بين ال classes وبعضها. تمام. طيب في مفهوم تاني اللي هو ان software engineering هو عبارة عن unified modeling language. هو عبارة عن نوع من أنواع ال static structure diagram اللي بيوصف لي ال structure في السيستم، بيوضح لي الآتي، بيوضح لي ال classes وال attributes اللي جواها وال operations اللي جواها وال relations ما بين ال objects أو ال classes وبعضها. طيب يبقى هنا عندي بقول ان الكلاس ديجرام بيتكون من ريكتانجل. الريكتانجل ده بقسمه ل 3 بارتس. اول حاجه النيم، تاني حاجه الاتريبيوتس، ثالث حاجه ايه الاوبريشنز. طيب في بعض الموديفايرز او السيمبلز بتبقى موجوده عندي قبل الاتريبيوتس. كل سامبل فيهم بيمثل لي حاجه معينه. عندي السيمبل بتاع البلس هو عبارة عن بيوضح لي ان هو public visibility. يعني ايه public visibility؟ يعني اي حد يقدر يطلع عليه او available للكل. بعد كده عندي الماينس اللي هو private. private ده خاص بالشخص نفسه او باليوزر نفسه او بالاتريبيوت نفسه، مش حاجة public، مش حاجة تتكرر، مش حاجة، يعني هو بيبقى عبارة عن حاجة unique ما ينفعش ان هي تتكرر. تمام. protected، protected ده بيبقى available للايه؟ مثلا للفريندز، للفريندز ايه only. تمام، ليا وللفريندز، يعني ما بيبقاش ل everyone غير البابليك طبعا. وعندي العلامة بتاعة السلاش اللي هي الايه درايف اللي انا اقدر ايه استنتجه. طيب هو هنا بيقول لي by default ال attributes دي بتبقى hidden، لكن ال operations دي بتبقى ايه visible او available للجميع. طب انا عايز اشوف example على ال class diagram. طبعا احنا قلنا هو بيتكون من 3 parts rectangle، ماشي، وبيتكون من 3 parts ال name وال attributes وال operations. طيب ال name زي ايه؟ عندي هنا بتكلم عن ال account في الحساب الشخصي، سواء مثلا في البنك. تمام، ده النيم بتاع الايه بتاع الكلاس بتاعي. طب ايه الاتريبيوتس عندي؟ الكاستمر نيم والايه والبالانس، وهنا موجودين ان هم ايه علامه الماينس دي معناه كده ان هم برايفت، يعني مش بابليك ان اي حد يقدر يطلع عليهم، لا هم برايفت. طيب ايه بقى الاوبريشنز اللي بتتم عليه؟ ان انا ممكن اعمل اد فونتس او ويذرو او ترانسفير. طيب عندي اكزامبل تاني بتكلم عن البيرسون. البيرسون ايه هي الاتريبيوتس المتاحه فيه؟ النيم، وهنا نوعه بابليك. تمام، المفترض برضو ان انا كمان بحدد الداتا تايب بتاعي، وده طبعا بيختلف لما اجي اعمل بقى الداتا بيز وكده او اشتغل داتا بيز، ساعات بيختلف من تول لتانية. تمام، بس هو بيبقى عامه هنا النيم بيبقى عباره عن سترينج. طب هاش ادرس، احنا قلنا الهاش ده protected. تمام، نوعه ايه ادرس؟ الهاش بيرث ديت نوعه ديت، و سلاش ايج سلاش ليه؟ عشان خاطر درايفد اقدر استنتجه نوعه ديت، ماشي. و ماينس اس اس ان ده نوعه برايفت، وهنا هيبقى ايه اي دي طبعا لان هو ما بيكررش وما ينفعش حد يطلع عليه. طب ايه الاوبريشنز اللي عندي هنا؟ الاوبريشن هنا هاش جيت اي دي وافتح قوسين، ماشي، وبعدين النوع بتاعه ايه انتجر، وبعدين عندي طبعا هاش ده اللي هو احنا قلنا ان هو ايه protected. تمام، وبلس اللي هو public جيت نيم، ونوع هيبقى ايه هيبقى string. دايما بيبقى عندي زي ما احنا قلنا النيم بتاع الكلاس والاتريبيوتس والديتا تايب بتاعتها. تمام، والميثودز او الاوبريشنز والايه والديتا تايب بتاعتها. اوكي، طيب
عندي examples تانية. نتكلم عن السيركل. السيركل ايه الاتربيتس اللي عندي؟ اللي هو radius ونوعه double، والcenter نوعه point، وايه هي الoperations بتاعته؟ الarea وده نوعه double، circumference ونوعه double، الcenter نوعه point، الradius ونوعه ايه double. طب rectangle عندي الويتس والنوع والديتا تايب بتاعته انتجر، الهايت والنوع بتاعه انتجر، والاريا طبعا هنا الاريا ده ايه درايفد نوعه ايه دبل. طيب ايه الاوبريشنز؟ ان انا عندي هنا فانكشن اسمها ريكتانجل هتاخد مني الايه الويتس والايه والهايت، وعندي ديستنس ديستنس هتحسب لي ايه هي الديستنس بتاعت الايه الريكتانجل ونوعها ايه دبل. تمام. طيب ده مجرد اكزامبل كده ان الكلاس طريقه كتابته ايه لما اجي احوله لبروجرامينج لانجويج. احنا مش مطالبين بيه هنا في الكورس، بس احنا عايزين نعرف ايه الشكل بتاع الكلاس لما اجي احوله لكودينج هيبقى عامل ازاي. طبعا هنا انا عندي زي ما قلنا النيم والاتريبيوتس والديتا تايب بتاعتها والنوع بتاعها ايه هو، وعندي هنا الاوبريشنز بتاعتي برضو نوعها ايه والايه والديتا تايب بتاعتي والنيم بتاعها. طيب اول حاجه ببتدي اعرف ايه الكلاس نيم، فهقول الكلاس والنيم بتاعه وافتح قوس واقفله. تمام. وبعدين ابتدي اعرف الاتريبيوتس بتاعتي، بعرف اول حاجه الداتا تايب بتاعه كل اتريبيوت، سوري نوع الاتريبيوت ايه هو، برايفت ولا بابليك ولا بروتكتد. تمام. والداتا تايب بتاعه هو انتجر ولا سترينج. اوكي. وبعد كده النيم بتاعه واحط بعد كده سيمي كولون. وبعد كده هبتدي اعرف بقى الميثودز بتاعتي او الاوبريشنز بتاعتي، سواء ان هي هتبقى فانكشنز زي مثلا عندي هنا public boolean register student، وعندي public integer get roll number. تمام. كل فانكشن اهي، وفتحت قوس وقفلته وعرفت هي عباره عن ايه، وهنا فتحت قوس وقفلته وعرفت هي عباره عن ايه. يعني هنا بكتب الكودنج بقى اللي خاص بالفانكشن دي والكودنج اللي خاص بالفانكشن دي، جاست كده اكزامبل بتتكتب ازاي. طيب انا عشان اعمل كلاس دياجرام، المشكله اللي بتواجه الاغلب ان هو مبقاش عارف يحدد ايه الكلاس دياجرام بتاع ايه هي الكلاسز اللي موجودة في الكلاس دياجرام بتاعي. طيب تسهيلا علينا ان انا طبعا احنا بدأنا باليوز كيس، فهبتدي استعين باليوز كيس عشان اقدر احدد ايه الكلاسز اللي موجودة عندي في السيستم بتاعي. طيب ده اكزامبل ان انا عندي هنا يوز كيس للستودنت ريكورد سيستم، عندي هنا الاكتورز بتوع ستودنت وريجستر ولكتشر. طيب ايه بقى الفانكشنز بتاعتي او اليوز كيس بتاعتي اللي في السيستم هنا؟ ده اكزامبل منها. طبعا في اكتر من كده، في فانكشنز اكتر من كده، بس على سبيل المثال هنقول ايه الرول ستودنت، ويزدرو الستودنت، تشينج ستودنت ديتيلز، وريكورد ستودنت ريزلت. طب ايه اللي هيحصل عشان اقدر استنتج الكلاسز عندي؟ هبتدي اشوف كل يوز كيس بتتم على ايه. على سبيل المثال بعمل تيبل كده بسيط ان انا هقول ايه اليوز كيس بتاعتي ايه هي وهطبقها على ايه، الدومين كلاسز اللي هيتطبق عليها الايه اليوز كيس دي. لو هتكلم مثلا عن الرول، فهقول الرول ده هيتعمل للستودنت او هيتعمل للكورس او عمليه الايه الانرولمنت. طيب الويزدرو، الويزدرو هيتعمل للستودنت او للكورس او لايه للانرولمنت. طيب شينج بيرسونال ديتيلز، change personal details هنا هتتعامل للايه للستودنت. تمام. طب الفيو ريزلتس، الفيو ريزلت عندي هنا هيتعامل للستودنت او الانرولمنت او الاسسمنت، اللي هو فيو ريزلت ان انا مثلا هبتدي اعمل ريبورت عن الستودنت او الانرولمنت او الايه الاسسمنت. طب ريكورد ستودنت ريزلت، هبتدي بقى اسجل الريزلتس بتاعتي دي يا اما على الستودنت او الكورس او الانرولمنت او الايه الاسسمنت. طب بالتالي هبتدي استخدم التيبل بتاع الدومين كلاسز ده ان انا اقدر استنتج الكلاسز اللي موجوده عندي في السيستم. فهبتدي اشوف هنا هلاقي الستودنت والكورس والانرولمنت والايه والاسسمنت اهو، ستودنت والكورس والانرولمنت والايه والاسسمنت. فهنا استنتجنا ان انا السيستم عندي فيه 4 كلاسز، الستودنت والانرولمنت والكورس والاسسمنت. طبعا كل واحد ببتدي احط الكلاس نيم والاتريبيوتس بتاعته ايه هي والميثودز بتاعتنا ايه هي. طيب عايز بقى اعرف ايه هي التايبس الموجودة عندي في الكلاس دياجرام. طيب اول حاجة هناخد حاجة اسمها كلاس دياجرام ايه الاسوسيشن.
الاسوسيشن اللي هي الريليشنز هي عباره عن ايه؟ بنقول هي ريبريزنت ريليشن شيب بتوين انستنس اوف كلاسز، بتمثل لي العلاقات ما بين الكلاسز وبعضها. على سبيل المثال ان عندي ستودنت انرولز ان ا كورس، كورسز هاف ستودنتس، كورسز هاف ايه؟ اكزامز. طب الاسوسيشن دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن تو انتس، يعني في بيجان وفي اند. طيب ايه بقى اللي بيوضح لي العلاقه ما بين الكلاسز وبعضها؟ طيب اول حاجه هنقول الرول نيم، لازم يبقى فيه رول نيم، يعني لازم يبقى فيه ريليشن دي ليها مسمى معين، تمام. طيب ولازم يبقى ليها مالتيبلستي. مالتيبلستي ده زي ما خدنا قبل كده مع بعض ان هي ممكن تبقى 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني، ماشي. وفي حاجة كمان اسمها navigability، ان هي بتبقى العلاقة يوني directional او باي directional، يا اما ايه رايح يا اما رايح ايه رجع، في يعني اتجاه او ايه اتجاهين. طيب وعندي كمان هناخد الاسويشن تايبس، ان انا عندي aggregation و composition و ايه و inheritance اللي هي generalization، وهناخد تايبس تانية هنتكلم عليها زي علاقة اسمها dependency هنشوفها مع بعض. طيب المالتيبلستي زي ما قلنا خدنا جزء منه قبل كده، ان هو بيقول لي exactly one هيمثل بنمبر 1، يعني only one، 0 or more يبقى 0 وبعدين علامة الاستريكس، 1 or more 1 وعلامة الاستريكس، specified range يعني مثلا انا عندي range من 2 ل 4، ما ينفعش يبقى اقل من 2، ما ينفعش يبقى اكتر من 4، يعني ممكن يبقى 2 او 3 او 4. Multiply disjoint هيبقى عبارة عن زي مجموعة، يا إما اتنين يا أربعة يا ستة يا تمانية، مجموعة مثلا زوجية اتنين أربعة يا ستة يا تمانية. طيب one or other اتنين وأربعة، يا اتنين يا أربعة. طيب هناخد examples هنا، أنا عندي هنا class بتاع student و class الكورس، فهنا بقول إيه student chooses one or more courses and one course chosen by no student or more than students. العلاقة هنا من student للكورس 1 to many، لكن العلاقة من الكورس للstudent 0 to too many. طيب عندي هنا student وعندي هنا instructor، شايفين ان هنا عندي two role name. طب هنقول الأولى student learns from one or more instructor. okay and instructor teaches one or more student. هنا دي تعتبر by directional، هنا يوني directional. okay. طب student with team، هنا student member of one or more team. okay. with team present of only one student، يعني هنا ال student ممكن يبقى member for one او واحد او اكتر من ال teams، والteam بيبقى فيه واحد او اكتر من student. طيب هنا ال student بيبقى president of، يعني leader ل one or more team، لكن ال team بيبقى ليه leader واحد، يبقى ال student member of one or more team but the team has members one or more student. The student is president of one or more team and team has only one president student. طيب عندي حاجة كمان هنا في ال special case في ال associative relationship، ان انا بلاقي فيه arrow. ال arrow ده معناه ان الكلاس ده هيطلب من الكلاس التاني message او هيبعت له message، هيطلب منه معلومة معينة. هنا الراوتر ماشي بيريكوست سيرفيس من الدي ان اس، فما بيريكوست حاجه الكلاس، ما بيريكوست حاجه من الكلاس التاني، فبنعمل علامه الارو. زي الراوتر هنا بيطلب سيرفيس من دومين نيم سيرفر. طب هنا البايلوت كومنت بتطلب بتطلب حاجه معينه وامر معين من الايركرافت كنترول، او بيطلب منه انه ينفذ امر او حاجه معينه. طيب ايه هو الاسوسيشن كلاس دي عباره عن ايه؟ عباره ان انا عندي هنا علاقه ميني تو ميني، عندي كلاس وكلاس العلاقه ما بينهم ميني تو ميني، فبالتالي عشان احلها لازم يبقى عندي حاجه اسمها اسوسيشن كلاس اللي هو بيبقى في النص ما بينهم هما الاثنين، عشان افك الكونفليكت بتاع الميني تو ميني.
على سبيل المثال عندي هنا الستودنت والكورس. قلنا الستودنت بيريجستر او انرول ان اي وان اور مور كورس، والكورس بيرول في اي وان اور مور ستودنت. طيب العلاقه هنا ميني تو ميني. طيب ما احنا قلنا ان الميني تو ميني في النورماليزيشن مش حاجه صح. طيب ايه الحل بتاعها؟ ان انا هيبقى عندي هنا association class اسم enrollment بيتم فيه عملية ال enrollment. فهنا هيبقى عندي ايه الاتربس بتاعت ال student اللي هو ال student id، ال student name، ال student birth date، ال student address وهكذا. وطب ايه الميثودز اللي ممكن تبقى عليه؟ ان هو هيبقى get student id، get student name، get student address وايه وهكذا. طب هنا الكورس هيبقى الكورس id، الكورس name، الكورس specifications. طيب ايه الميثودز اللي ممكن تبقى عليه؟ ان هو get course id، get course name. طيب هنا بقى هيبقى عندي class اسمه enrollment. اوكي هيبقى ايه class ال enrollment ده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الحاجات المشتركه ما بين التو كلاسز، لان خلاص انا هنا عندي علاقه many to many، فبالتالي محتاج ان انا يبقى عندي association ايه class ما بينهم، اللي هو section الخاص بالطالب، الجريد في المادة اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي، الإنرول ديت التحق إمتى، والسيمستر اللي التحق فيه، تمام، والميثودز اللي موجود عندي، مثلا إن هيبقى فيه get enroll date، update the enroll date، withdraw the enroll date، أو withdraw ال section أو السيمستر وهكذا. طيب عندي بقى التايبس بتاعت الاسوشن كلاس. قلنا عندي حوالي 3 تايبس، في عندي الاجريجيشن، في عندي الكومبوزيشن، وفي عندي الانهيرتنس، هنتكلم عنهم. الاجريجيشن هو عباره عن ايه؟ بيقول لي ايه اجريجيشن از بارت اوف، يعني هو جزء منه. يعني ايه جزء منه؟ يعني انا دلوقتي باجي اتكلم عن الكار والانجن، فبنقول الانجن ده هو بارت اوف الايه؟ بارت اوف الكار. طيب هنا بيقول ان الانجن ده اي علاقته بالكار؟ ان الانجن بيبقى موجود في كار واحده، والكار فيها ايه؟ 1 ايه 1 انجن، علاقه هنا 1 تو ايه تو 1. طيب بيمثل بايه؟ بيمثل بايه؟ كلير وايت دايموند. الكلير وايت ايه دايموند، ان هنا دي الحاجه الاساسيه اللي هي ايه الهول اللي هي الرئيسيه او الاساسيه، وده البارت منه، تمام. يبقى البارت رايح على الايه؟ على الهول. زي هنا البارت اهو رايح على الهول، ان انا عندي البلاير هو بارت اوف الايه؟ التيم، الهول. طيب ايه تاني؟ ان انا اقول مثلا ان انا ايه كوليدج وستودنت، هيبقى هنا الستودنت از بارت اوف الايه؟ الكوليدج. طيب عندي لايبراري وبوك، البوك از بارت اوف لايبراري، الوولز بارت اوف الروم، الامبلوي بارت اوف امبلوي ليست، engine part of car، doctor part of hospital، mouse part of a computer. يعني هنا الaggregation هو جزء من الكل. طيب تاني حاجة الcomposition is entirely made of، يعني هو بيتكون منه، بيتكون لولا وجود ال part ده مش هيبقى موجود ال whole بقى، تمام. يعني ال part ده لو مش موجود عندي خلاص كده ال whole مش هيبقى موجود. زي ايه؟ زي البيج، طبعا بيمثل بالبلاك دايموند، البيج والبوك. انا لو ما عنديش بيج مش هيبقى فيه بوك، لو ما عنديش بيجز مش هيبقى فيه بوك. طب هنا بيقول لي ايه العلاقه؟ هنا عباره عن ايه؟ بيقول لي البوك في ايه ماني ايه بيجز، بس البيجز لوان ايه لوان بوك، تمام. طيب زي الفايل، انا عندي هنا ايه البارت رايح على الايه على الوول، وايه علامه الايه بلاك دايموند، ان انا عندي هنا زي هنا اقول ايه البيج والبوك، يبقى البيج لولا وجود البيجز مش هيبقى فيه بوك اصلا، يبقى هي ايه. وهنا هي بيقول لي سترونجر فيرجن اوف اجريجيشن، يعني دي سبيشال او سترونجر فيرجن، علاقه قويه من الايه من الاجريجيشن. زي الفايل والفولدر، الفايل لو مفيش فايلز مش هيبقى فيه فولدر. طب زي الاوفيس والبيلدينج، لو مفيش اوفيس اوفيسز مفيش بيلدينج. زي التاب والبراوزر، اوكي.
طيب عندي بقى في علاقة هنا special اسمها dependency. dependency هي ايه؟ بيقول ان هي بتستخدم use temporary، يعني مؤقتا مش بطريقة دائمة، معتمدة على حاجة تانية. زي ايه؟ او بيتمثل كمان بال dotted line، اللي هو اللاين اللي بيبقى عبارة عن dot وبيبقى فيه arrow، بيبقى الحاجة ال dependency رايحة او معتمدة على الاساس. لو مفيش كورس مش هيبقى فيه كورس schedule. اوكي، لو مفيش كورس مش هيبقى فيه كورس ايه schedule. طيب ايه تاني؟ لو مفيش meeting مش هيبقى فيه schedule. لو مفيش product مش هيبقى فيه card. هنا example برضو على الميتنج، ان انا الاتربس بتاعته topic والtime بتاع الميتنج والميتنج date. طيب والميثود بتاعته stand up meeting. طيب لو مفيش meeting هو مش هيبقى فيه schedule اصلا. طب ايه بقى الاتربس بتاعت الschedule؟ هي والmethods schedule in، schedule group، وschedule meeting دي الاوبريشن بتاعته. يبقى لولا وجود الاساس مش يبقى فيه العلاقه dependency، اللي هو دي مش هتبقى موجوده لو ما فيش الاساس اصلا. طيب البرودكت، لو ما عنديش برودكت مش هيبقى فيه كارد اصلا. طب ايه هي الاتريبيوتس بتاعت البرودكت؟ هنا عندي برودكت اي دي، برودكت نيم، برودكت ايه برايس. تمام، وعندي الميثود اللي هو ايه بيقول لي ايه need product. طيب الكارد ايه الاتريبيوتس بتاعته؟ total price، هيحسب total price، والكوانتيتي بتاعتي ايه هي total quantity، وهنا هديسبلاي الكارد بتاعت الايه بتاعت البرودكت. يبقى هنا علاقه معتمده على التانية، زي ما كنا خدنا في الاي ار دي قبل كده، ان انا عندي زي weak entity كده، ان انا لولا وجود الاساس مش هيبقى فيه العلاقه الاضعف منها المعتمده عليها. طيب عندي بقى الانهيرتنس او الجنراليزيشن، دي بتوضح لي ايه وبتمثل لي ايه. بيقول لي showing the super class and subclass ايه relationship، بتوضح لي السوبر والكلاس. ده السوبر اللي هو البيرنت، ودول الايه السب كلاسز او الشايلد منه، زي ما خدنا في الايه في اليوز كيس بالظبط. كل العلاقات او التايبس اللي احنا خدناها دلوقتي، اللي هي الاجريجيشن والكومبوزيشن والانهيرتنس، زي كده اليوز كيس لما كنا بناخد ان هي عندي ريليشن انكلود او عندي ريليشن اكستند او عندي ريليشن انهيرتنس او ايه جنراليزيشن، نفس الفكره بالظبط. طيب الانكلود دي ماشي، اللي هي كانت في اليوز كيس، هي عباره عن ايه از بارت اوف، جزء اساسي منها. طب الاكستند تعتبر ايه اجريجيشن. طيب الانهيرتنس والجنراليزيشن هي نفس الحاجه في الايه، ان انا عندي سوبر وسب ايه كلاس في اليوز كيس، وهيبقى نفسه في الايه في الكلاس دايجرام. تمام. طيب عندي هنا اللي احنا قلنا هي شو السوبر والسب كلاس. طيب ايه بقى اكزامبلز عليها؟ ان انا مثلا لو عندي سوبر كلاس الشيب، ايه السب كلاسز منه؟ ممكن يبقى السيركل والريكتانجل، يعني هنا الشيب، هنا ايه السيركل والريكتانجل. طيب عندي الامبلوي والسب كلاسز منه التيتشر والادمنستريتور. عندي الايتم او البرودكت، السب كلاسز منه موفي وجيم. عندي البيشنت ده السوبر، والسب كلاسز منه اول بيشنت نيو بيشنت. عندي البايمنت ده السوبر كلاس او البيرنت، والشايلد بتوعه او السب كلاسز اللي هم ايه الكريدت او الفيزا والكاش والشيك. عندي الكاستمر، ممكن الكاستمر يبقى بيرسونال او ايه او كوربريت، يعني شخصي او ايه شركه. طيب ايه الانهيرتنس؟ هنا بيبقى السوبر كلاس في الحاجات المشتركه اللي بتبقى موجوده اساسي برضو في السب كلاس، يعني هنا بيبقى كل الحاجات المشتركه موجودة عندي هنا، سواء attributes او ايه او methods. طب وفي السب classes بيبقى موجود الحاجة اللي تفرق الكلاس ده عن الكلاس ده. هنشوف examples مع بعض دلوقتي. انا عندي هنا employee، او في حاجة تانية ان السوبر بيسمى برضو abstract class. abstract class. طيب عندي هنا employee وعندي teacher وعندي الايه administrator. طيب employee كلنا هنا في اليونيفرسيتي موظفين employee. طيب عندي ايه الاتريبيوتس المشتركه بيننا كلنا؟ ان في employee id وفي employee ايه name. طيب ايه بقى الميثودز برده مشتركه؟ start work و leave، ببدا الشغل امتى وبايه وبمشي من الايه من الشغل امتى.
طيب عندي بقى ايه السب بتوعي، في تيتشر وفي ادمنستريتور. طب ايه الحاجه اللي هتميز التيتشر عن الادمنستريتور؟ ان انا التيتشر في عندي اتربيت اسمه تيتشنج سبجكت، المواد اللي ايه بيدرسها، والمقصود عندي هنا شينج تيتشنج سبجكت، ان انا طبعا المواد دي بتتغير من ترم للتاني. طب الادمنستريتور اللي بيفرقه عن التيتشر ديبارتمنت في الاتربيت، وهنا هيبقى الميثود بتاعته شينج ايه ديبارتمنت، اللي هو لو القسم بتاعه اتغير. طيب الاتنين دول مشتركين مع بعض في الاتربيتس والميثودز دي، يعني دي هتبقى برضو هنا وهنا، بس انا بدل ما اكررها خلاص واعمل كلاس لوحده تيتشر وكلاس لوحده ادمنستريتور وهكرر الكلام ده هنا وهنا، لا هو في عندي سوبر كلاس تمام، وعندي السب دول التيتشر والادمنستريتور كل واحد فيهم بيميز بحاجه مختلفه عن الايه عن التاني، لان هما برضو مشتركين في نفس الايه الخصائص دي. طيب عندي هنا اكزامبل توضيحي اكتر، بتكلم عن الهاوس، وعندي هنا علاقات بقى، هنا هنشوف العلاقات بتاعتي الكومبوزيشن والاجريجيشن والانهيرتنس. عندي العلاقه ما بين الهاوس والميل بوكس اجريجيشن، ليه؟ لان الميل بوكس ده هو عباره عن ايه، هو عباره عن بارت اوف الايه هاوس، هو جزء من الايه من الهاوس. طيب عندي عندي هنا الروم، الروم في علاقه انهيرتنس ما بينها وما بين الكيتشن والباسور والايه والبيدروم، ليه؟ لان الثلاثه دول هم عباره عن روم، فبالتالي هم بينهارت كل خصائص الروم، بس كل واحد فيهم بيميز عن حاجه في ايه عن حاجه مختلفه عن التاني تمام. فالعلاقه هنا انهيرتنس ما بين الروم والكيتشن والباس والايه والبيدروم. طيب وهنا ما بين الكيتشن والهاوس هو علاقه كومبوزيشن، والباس والهاوس كومبوزيشن، والبيدروم والهاوس كومبوزيشن، ليه؟ لان لولا وجود الثلاثه دول مش هيبقى في هاوس اصلا، لولا وجود دول الثلاثه دول مش هيبقى في هاوس اساسا. طيب هنا بيقول لي ايه، بيقول لي ان الهاوس ده بيحتوي على وان كيتشن، الهاوس بيحتوي على وان باس، الهاوس بيحتوي على وان اور مور ايه بيدروم. طيب الهاوس بيبقى العلاقه ما بينه وما بين الكلاس بتاع المورتج ان هو يا اما ما فيش مورتج اصلا، ما فيش كارد، يا اما هيبقى بالكتير لو فيه هيبقى كارد واحد بس، هو كارد ان انا ممكن اخد البيت ده بدون كارد، او لو خدت كارد هيبقى كارد واحد بس. طيب هنا الهاوس ده بيحتوي على وان ايه مال بوكس. طيب اكزامبل تاني، عندي الكاستمر، عندي الرينتال انفويس، عندي الرينتال ايتم، وعندي الشيك ايه اوت سكرين. ايه العلاقه ما بين الشيك اوت سكرين والرينتال انفويس؟ هي علاقه ايه زيرو تو ماني، يا اما الشيك اوت سكرين ده هيطلع يعني مش هيطلع خالص الرينتال انفويس، او اللي طلع هيبقى واحد بس. طيب ما بين الكاستمر والرينتال انفويس ان الرينتال انفويس بتحتوي على كاستمر واحد بس، دي الكاستمر الرينتال انفويس اللي انا هطلعها دي هتبقى الكاستمر واحد بس. طب الرينتال انفويس دي هتبقى فيها وان رينتال ايتم اور مور، لازم الرينتال انفويس دي هيطلع فيها وان رينتال ايتم اور مور رينتال ايه ايتمز. اوكي طيب دي ايه المالتيبلستي ما بين الايه الكلاسز وبعضها. طب نشوف بقى التايب، التايبس اللي هي الريليشنز او الاسوسيشن تايبس اللي عندي، هنلاقي ان ما بين الكاستمر وما بين الرينتال انفويس هنا علاقه ايه اجريجيشن، ليه؟ لان الرينتال انفويس بارت منها ان هيبقى فيها ايه البيانات بتاعه الايه الكاستمر. طيب وهنا العلاقه ما بين الرينتال انفويس وال سوري الرينتال ايتم والرينتال انفويس كومبوزيشن، ليه؟ لان لولا يعني لو ما فيش رينتال ايتمز مش هيبقى في اصلا رينتال انفويس، لازم اي رينتال انفويس تحتوي اساسي على الرينتال ايتمز. فانا عندي هنا لو ما فيش على الاقل رينتال ايتم واحد او اكتر تمام مش هيبقى في رينتال انفويس اصلا. اوكي طيب الرينتال ايتم بقى هي في علاقه انهارت ما بينها وما بين الدي في دي موفي والفي اس وفي اتش اس موفي والفيديو اي جيم، الثلاثه بيشتركوا في الخصائص اللي هي الرينتال ايتم، بس كل واحد فيهم مختلف عن التاني في خاصيه او اكتر. اوكي طيب عندي الاكزامبل
هنا عندي الكاستمر والاوردر والبايمنت والاوردر ديتيل والايتم، دول الكلاسز الاساسيه عندي هنا. طب عندي هنا ده سوبر وسب، اوكي ده سوبر وسب اللي هي علاقه جنرالايزيشن او الانهيرتنس، ان البايمنت عندي ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى كريدت او كاش او شيك. وهنا عندي الحاجه الاساسيه المشتركه ما بينهم هما الثلاثه الاماونت، اوكي. طب ايه اللي يفرق الكريدت عن الكاش عن الشيك؟ ان الكريدت هحتاج ان انا اعرف النمبر بتاع الكارد او الفيزا، التايب بتاعها ايه هو، والاكسباير ديت. طيب وهنا الماسود بتاعتي بشوف مين اللي عليه اوثرايزيشن ليها، اوثرايزد لمين. طب الكاش، كاش تندرد، اوكي. والشيك النيم او البنك ايه، اي دي، اوكي دول الاتريبيوتس بتاعتي. وبحتاج اعرف الاوثرايزد على الاكونت بتاع البنك ده لمين، او التشيك لمين، تمام. يبقى العلاقه هنا ما بين البايمنت والجنرال والكريدت والكاش والشيك هي عباره عن جنراليزيشن او ان ايه، انهيرتنس. وده بيسمى ايه، سوبر كلاس او ابستراكت كلاس، ودول سب، اوكي. طيب عندي هنا الكاستمر والاوردر، علاقه ما بين الكاستمر والاوردر 0 to 10. يعني ايه؟ يعني الكاستمر ممكن ما يعملش ولا اوردر، او ممكن يعمل اوردر او اكتر. طيب والاوردر بيحتوي، او هو الاوردر ده لعميل واحد فقط، تمام. طيب عندي هنا العلاقة ما بين الاوردر والبايمنت ايه، اسوشيتيف. احنا قلنا هنا مادام في ارو هيبقى في مسج، هيبقى في او حاجه الاوردر هيتطلب يعرفها من البايمنت، او هيدي له امر معين، او هيتطلب يعرف حاجات معينه. لو انا عايز اعرف نوع البايمنت ايه، فمتطلب اعرف لو انا كريدت ايه الحاجات اللي انا عايزها عندي من العميل، او لو كاش او لو شيك. يبقى هنا في حاجه هتروح وهترجع، في ايه، حاجه هسال عليها وهترجع لي، تمام. ودي بيحددها مين؟ بيحددها الكاستمر. عشان كده شايفين الاسوسيشن، وادي اهو ده اللي بيربطهم ببعض، الاوردر. الكاستمر هو اللي هيحدد نوع البايمنت عن طريق الايه، اما يطلب الايه، الاوردر، اوكي. طيب العلاقه هنا ان بيقول لي الاوردر هيبقى فيه وان اور مور بايمنت، والبايمنت ده هيبقى ايه، لاوردر ايه، واحد. طيب عندي هنا كمان الاوردر والاوردر ديتيل، العلاقه هنا التايب بتاعها ايه، اجريجيشن. ليه؟ لان الاوردر ديتيل ماشي بارت من الايه، بارت من الاوردر. طبعا الاوردر ديتيل كل الديتيلز اللي ليها علاقه بالاوردر هي بارت من الايه، من الاوردر. هنا بيقول لي الاوردر بيحتوي على وان اور مور ديتيل، والاوردر ديتيل ده للايه، للاوردر ده، خاص بالاوردر ده، اوكي. طيب عندي هنا برضو في ما بين الاوردر ديتيل والايتم هيبقى في اسوشيشن. ليه؟ لان الاوردر ديتيل هيتطلب يعرف معلومات عن الايتم ده، اوكي. العلاقه هنا ما بين الاوردر ديتيل، كل اوردر ديتيل هيبقى للايتم، الايتم المحدد ده، والايتم هيبقى مش موجود او موجود في اكتر من اوردر ايه، ديتيل. طيب نبتدي بقى نتعرف على الاتريبيوتس اللي جوه كل كلاس فيهم. عندي الكاستمر هي متطلب ان احنا نعرف النيم والادرس. طيب الاوردر هعرف فيه الديت والستاتس بتاعته، الاتريبيوتس. وهنا الميثودز هيحسب لي ايه، هيحسب لي كالكوليت التاكس، كالكوليتد توتال، كالكوليتد توتال ويت. هنا محتاج يعرف الويت عشان ممكن عن طريقه يبتدي يحسب لي الشيبمنت لو، او الشيبنج اللي هو الشحن لو هيطلبه في حاجه ايه معينه. طب البايمنت الاماونت، طيب احنا قلنا احنا اتكلمنا عن دول خلاص. طب الاوردر ديتيل عايز ايه، الاتريبيوتس اللي محتاجها، الكوانتيتي والتاكس ستيتس. طيب ايه الميثودز اللي هيحسبها او هياخدها، الكالكوليت السب توتال وكالكوليت الايه، الويت. طب الايتم، الاتريبيوتس اللي هحتاجها هنا الشيبنج ويت والايه، والديسكريبشن الخاص بيها.
والميثودز عندي هنا جيت برايس اور فور الكوانتيتي، اهي عايز يحسب او يعرف البرايس للكميه دي، عشان كده بنقول احنا محتاجين الويت. وهنا هياخد الايه الويت، جيت الويت. اخر اكزامبل عندي هنا عندي اوردر، عندي كاستمر، عندي الاوردر لاين، وعندي البرودكت، وعندي الامبلوي. دي الكلاسز الايه الاساسيه عندي. طيب العلاقه ما بين الاوردر والكاستمر ان كل اوردر هيبقى له وان كاستمر، والكاستمر ممكن يعمل ايه مور ذان ايه، يعني وان اوردر اور مور ذان اوردر. الاوردر ده هيبقى لوان اور مور اوردر لاين، والاوردر لاين يبقى له ايه لو جاست بس الوان اوردر. طب والاوردر لاين هيبقى البرودكت لبرودكت معين، والبرودكت هيبقى موجود في اكتر من ايه، في وان اوردر لاين اور مور ايه ذان اوردر ايه لاين. طيب عندي هنا كمان الكاستمر ده سوبر وسب ايه كلاسز، او اللي هو ابستراكت كلاس، والعلاقه هنا جنرالايزيشن او انهيرتنس. فبيقول ان انا عندي هنا كاستمر، وعندي هنا كوربريت كاستمر وبيرسونال كاستمر. الاتريبيوتس المشتركه ما بينهم النيم والادرس، والميثود بتاعته الكريدت ريتنج. تمام. طيب هنا الكوربريت كاستمر الاتريبيوتس اللي محتاج اعرفها عنه النيم والريتنج والكريدت ليميت. طب وايه الميثودز اللي هحسبها له؟ الريمايند والبيل فور مانث. تمام. وده كمان الكوربريت كاستمر مربوط بالايه بالامبلوي، مربوط بالايه بالامبلوي. اوكي طيب فهنا بيقول لي ايه، بيقول لي الكوربريت كاستمر ده بيحتوي على وان اور مور امبلوي، او في وان اور مور امبلوي، والامبلوي يا اما مش موجود في ولا كوربريت كاستمر، او هو مش وان هو مش هو ما يعتبرش وان اور مور كاستمر، او ايه او بالكتير واحد، يعني يا مش موجود يا موجود. طيب وهنا عندي البيرسونال كاستمر هحتاج اعرف الكريدت ايه كارد. طب الاوردر الاتريبيوتس اللي فيه الديت ريسيفد از بريبيرد، النمبر والاي والبرايس والميثودز بتاعتي الديسباتش والكلوز. طب الاوردر لاين احتاج اعرف الايه الكوانتيتي والبرايس، وايه في از ساتسفايد يعني راضي او غير ايه راضي. طبعا الاتريبيوتس او الميثودز بتختلف من سيستم للتاني على حسب ايه الحاجات اللي حضرتك هتعملها في السيستم عندك. وبكده يبقى خلصنا النهارده الكلاس دايجرام. اهم حاجه اخدناها النهارده هو تعريف الكلاس دايجرام، وهو بيكون من ايه 3 بارتس. طيب وايه هي السيمبلز اللي بتبقى موجوده قبل الاتريبيوتس دي، ليها دلاله معينه، هي عباره عن ايه. اوكي وخدنا اكزامبل كمان على كذا اكزامبل على شكل الكلاس بيبقى ازاي، ولو هحول الكودينج بيبقى ازاي. طب انا عشان اعرف الكلاسز الموجوده عندي في السيستم بستعين باليوز كيس، فببتدي اعرف ايه هي اليوز كيس اللي موجوده عندي في السيستم، والدومين كلاسز بتاعي اللي هتتم عليه اليوز كيسز دي، فبالتالي هقدر ان انا استنتج الايه الكلاسز بتاعتي، واحدد الاتريبيوتس والميثودز اللي هتتم عليها. طيب ان انا عندي كمان اللي هي الاسوسيشنز اللي في الكلاس دياجرام لازم تحتوي على رول نيم، يبقى العلاقه ليها اسم، وهيبقى ليه ريليشن، الريليشنز دي هتبقى ليها تايب وديجري. تمام. يا اما مالتيبلستي اللي هي 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني، او اكزاكتلي 1، او سبيسيفايد رينج، وهكذا. وكمان في تايبس جوه الايه اسوسيشنز اللي احنا اتكلمنا عنها. طبعا احنا هنا اتكلمنا برضو ان انا في سبيشال كيس من الاسوسيشن، لو انا طالب مسج معينه او طالب ريكوست معين هاخد معلومه معينه من كلاس تاني وهرجع بيها للكلاس تاني هفيده بيها. تمام. طيب وخدنا الاسوسيشن كلاس عندي ان انا لو عندي علاقه بيني وبيني فبحتاج ان انا يبقى عندي اسوسيشن كلاس. وكمان خدنا الاجريجيشن ان هو بارت اوف البارت والهول وشكل الاجريجيشن ازاي، وخدنا الكومبوزيشن البارت والهول يبقى شكله ازاي برضو، ان هو ده حاجه اساسيه لولا وجود البارت مش هيبقى فيه هول. كمان وخدنا الايه الديبندنسي، وخدنا كمان الانهيرتنس والايه والجنراليزيشن.
يا رب نكون بسطنا الكلاس دياجرام وتفهم كويس. السلام عليكم.